السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل انتهاء التصعيد الاقتصادي بين صنعاء وعدن، وإلى التفاصيل. أكدت قناة الجزيرة القطرية اليوم السبت انتهاء التصعيد الاقتصادي بين صنعاء وعدن، ونقل محرر الشؤون اليمنية في القناة أحمد الشلفي عن مصدر حكومي تأكيده توجيه المجلس الرئاسي بإيقاف تنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن الأخيرة. وأشار المصدر إلى أن قرار الإلغاء سيستمر إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى تدخل دول إقليمية طلبت من الرئاسي ذلك في إشارة إلى السعودية. وكان مركزي عدن وسع تصعيده خلال الأيام الماضية بطلب عزل البنوك اليمنية في صنعاء عن نظام التحويلات سويفت. وجاء قرار السعودية بإلغاء التصعيد عقب تهديدات قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي باستئناف الهجمات العابرة للحدود، واضعا معادلة جديدة تقوم على البنوك بالبنوك والمدار بالمدار والموانئ بالموانئ. وكان المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ قد حذر يوم أمس الجمعة من الخطوات العدائية الاقتصادية التي اتخذتها حكومة ما يسمى بالشرعية، مؤكداً أنها ستضر بالاقتصاد اليمني وستؤدي إلى تصعيد عسكري خطير لا تحمد عقباه. إذن أظن أن الصميل اليمني أدى نتيجة ونتيجة فعالة للغاية. فها هي السعودية اليوم تتراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي في عدن خشية مما سيحدث لها لو استمر هذا التصعيد، وأعني به التصعيد الاقتصادي. لذا فإننا ومن هنا ندعو السعودية إلى مزيد من الخطوات والإجراءات التي ستؤدي إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن. هذا سيكون أحسن لهم وأنفع لهم، والله لا يكونوا يصدقوا أمريكا. أمريكا هي تشي دمارهم ودمار الكل، دمار العرب والمسلمين كلهم، ما يهمها. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.